دلوقتي هنتابع مع بعض التقرير ايضا عن فيرنيكس اند هوم. فيرنيكس اند هوم للاساس ومستلزمات المنزل الحقيقه عقدوا مؤتمر، والمؤتمر ده بيحرص على فرش على استعراض طبعا طبعا المنتجات، منتجات فيرنيكس اند هوم، وبيحرص على فرش المنزل باكمله باكمله بمفروشات واساس بايدي مصريه بالكامل من غير اللجوء للاستيراد من الخارج، بل والترويج ايضا للمعرض في الخارج لنشر وتعزيز الصناعة المصرية في مجال الأساس داخل مصر وخارجها، وذلك بحضور كل الجهات المعنية وكل المختصين ومؤسسين المعرض اللي تم تأسيسه بالفعل من 15 سنة ولسه الحقيقة في تطور مستمر. النهارده هو اللونش بتاع معرض فيرنيكس او الدوره الاولى او الاستعداد لان احنا نلونش معرض فيرنيكس. اربع دورات السنه دي، عاملين اربع دورات بسعر مخفض جدا عشان الشركات المصريه يبقى اقرب لها واسهل لها ان هي تقدر تعرض في المعرض. معرض فيرنيكس ابتدى من حوالي 15 سنه، والمعرض بتشارك في تنظيمه غرفة صناعة الأساس في اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للأساس، وبالتالي الستيك هولدرز أو الناس اللي هي إيدها في الشغل هي اللي بتساعد في تنظيم المعرض. مهتمين جدا في الدورة دهيت زي دورات سابقة بموضوع التصميم وموضوع إن الزبون لما يجي يلاقي المعروضات معروضة في شكل هو يقدر مش محتاج يتخيلها هيبقى شكلها عامل إزاي بعد كده. كل الأوض معروضة بطريقة كأنها معروضة في بيت أو معروضة في المكان اللي هو هياخدها فيه. المعرض ذات نفسه هيبقى تجربة شراء ظريفة، المكان كله معمول بطريقة حلوة تبقى الناس مستمتعة وهي بتمشي فيه، ما تحسش إن هي في مهمة صعبة أو بتتعب وهي ماشية وهكذا. الدورة دهيت هتبقى دورة استثنائية وخاصة عشان بنحضر بيها لدورة فبراير اللي هيبقى فيها أسبوع التصميم إن شاء الله. دي فكرة جديدة، النهاردة احنا بنحاول ننمي الصناعة بتاعتنا ونكمل التنمية اللي احنا عملناها للصناعة بتاعتها بالشق التجاري، وده شق مهم جدا. ولما بتكلم على الشق التجاري بتكلم على السوق المحلي والصادرات. زي ما كلنا شايفين في تنمية عقارية غير مسبوقة في مصر وسط 9.4 من 10 سنة فاتت. في مدن بتتبني مش عمارة ولا اتنين، مش عايزين حاجة تيجي من بره، كل حاجة ان شاء الله. احنا واخدين التحدي انها تتصنع في مصر من اصغر ورشة لاكبر مصنع، وبالتالي عشان كده المؤتمر النهاردة احنا مجمعين كل الجهات المعنية اللي بتساعد الصناعة طول السنة مش مجرد للمعرض، من اول الارض لحد الخدمة الفنية لحد التصاريح لحد التشريعات لحد التسويق. عايزين نعمل فكر مختلف النهاردة ان القطاع كله بيتكلم كلمة واحدة مع بعض، عنده النهاردة مكان بيقدر يعرض فيه يتواصل فيه بشكل صح. بنعلن لاول مرة عن مش دورة واحدة اللي هي نوفمبر الجاي، لا بنعلن عن اربع دورات لمعرض فيرنيكس اند هوم اللي هو المعرض الاساسي الرسمي اللي بيخاطب المصانع المصريه. والهدف من كده يبقى اللي احنا عندنا الاجنده بتاعت المعارض بتاعتنا معروفه من النهارده لحد اخر دوره ليها اللي هي فبراير 2020، علشان دي نمره واحد محاوله ان احنا ننظم سوق المعارض في مصر، وكل الشركات العارضه والمصانع العارضه المصريه تبقى عامله في حسابها في خطتها التسويقيه والبيعيه والانتاجيه عن اربع معارض جايين، يبقى يعرفوا يخططوا مظبوط. وكمان عشان المعرض ده كمان بيستهدف التصدير وبنجيب بايرز من بلاد كتير في العالم، فلازم المعرض بتاعنا يبقى محطوط على الخريطه الدوليه. الهدف من المعرض هو ترويج المنتج المحلي، ترويج الصناعه الوطنيه. وبالجانب لده احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على تطوير المعرض ان هو تفرشي بيتك بالكامل، يعني انت ممكن تخش تلاقي الموبيليا والسجاد والنجف والاكسسوارات وكل اللي بيحتاجه البيت تحت سقف واحد.